السلام عليكم. كام الأجرة يا لو سمحت؟ ينفع بس حضرتك تدفع لي عشان أنا والله الفلوس وقعت مني غصب عني والله. بجد شكرا. والله شكرا. بقول لك إيه يا صاحبي؟ بالله عليك. بقول لك إيه؟ ممكن تدفع لي بالله عليك؟ إحنا زي بعضينا يعني شبه بعضينا. مفيش فكة يا صاحبي. هو إيه يا صاحبي اللي معكش فكة؟ بقول لك تعالي يا عم في مع بعضينا في إحنا شباب زي بعضينا. تشيل أيوة. بعضينا. أيوه عايز ماشي. آه هي عشان بيت؟ ايوه عشان بنت. هو بقى اصلا بيتلزق فيا من اول ما طلع. انا قلت بقى كده عشان كده هو يركب هنا وما يركبش في كرسي. ايوه عمال يتلزق بقى ويعمل حاجات كده غريبه. ايه يا عم الكلام ده يا عم؟ عندي زي اختك الصغيره. إيه؟ والله ما كلمتها يا عم. انا قد بنته. انا كلمتك. ايوه عملت كده على فكره. انا بكذب والله. كذاب. انا كذاب. عيب ايه يا عم؟ عمل انا لمستها ونزل لابس لي كاب ومروق على حيالك ومنزل على عيالك عشان تنزل تعاكس يا عم. انا ما كلمتهاش يا عم. يا عم بقول لك زي اختك. لا حرامي. حرامي مين يا عم؟ انت حرامي. حرامي التعب اللي انا اللي عبيط يا انت. حرامي انت عبيط يا ابني. انت هو اللي انت حرامي. ايوه حصل. ابعت للناس الباقي بتاعها. طب عنده كلمه بعد سيكو يلمها. ماشي ابعت لهم. انا كلمتك. ايوه عملت كده فيا وانا ماسك. ولا عشان بقى ايه جرايه يا رجاله؟ انتوا هتفضلوا ساكتين كده؟ اه جرى ايه يابا؟ ولبست بتاعه وعامل ايه؟ انت راجل مش فطاره. انت كداب على فكره. لا ما تمسكش ايدك. مش ايدك يابا. ما تمسكش ايدك واديني فلوس بعد اذنك يابا. ادي لهم فلوسهم. انت جاي بتتلزق عشان هي واحده. أيوة عشان واحده وشعر اصفر. بقول لك ايه؟ بقول لك اعمل لك اصفر عشان تدفع لي. ليك بقى كام؟ 50. خد يابا. انا كنت انا بقول ايه يا عم اللي انت بتعمله ده؟ ايه يا عم اللي انا بعمله؟ يا عم الفلوس يا عم. على فكره يا عم هتزعل مني. على فكره مش هتعمل اي حاجه. انت حرامي ونصابك يا عم. لا لا يلا لا حرش. هو شاكك فيه صح؟ هو باين عليه. هو باين عليه. هو باين عليه. انت هتقول لا بقى. هتقول لا بقى. انزل يابا. انزل يابا. انزل يابا. امين شرطه. انزل يابا. هات يابا الكاب بتاعه يابا. هات يابا يابا. خد يابا. خد يابا وانزل يابا. يابا تعالى لي كده. انزل كده. انزل كده. انزل كده. انزل كده يابا. صور معنا. طب تعالى دقيقة. طب تعالى دقيقة. طب تعالى. بص في كاميرا هناك مزومه اهي علينا تمام. وفي كاميرتين تانيين مستخبيين جوه هنا تمام. بتصور بقى لك وصام. طيب والله انت هتاخدها كبيره. احنا قاسيين. موافق محمود. عامل ايه؟ صباح الفل. ايه الاخبار؟ جايب لك روي بقى النهارده. لازم تظبطه لي بقى. ده حبيبي روي. قعدوا قعدوا هنا. قعدوا هنا. انت عايز تعمل ايه؟ ايه؟ عايز تعمل ايه؟ بتاعتك بقى احلى حلقه والله. استاذنك بس خمس دقايق في الانجاز. ايه ده يا باشا؟ طب اقول لك على حاجه معلش عشان هي عده واحده. هخلصه على طول ونكمل. حلو ماشي. تخلص ايه بس؟ استنى بس. تخلص ايه على طول في الانجاز عشان بس مستعجل. تخلص ايه معلش؟ تخلص ايه في ايه؟ طيب مالك اللي في ايه؟ مالك ايه ده؟ انت مش عاجبك هو الاول؟ انت الاول براحتك. عادي ازاي انا الاول وهو الاول؟ هو ده محل كلاب؟ لا يا باشا ده محل عام عادي. بس أيوة دي زبونه المكان ما ينفعش اقول لها لا. يعني انت بتحلقوا البني ادمين والكلاب؟ هي مسبب لك مشكله يعني؟ مسبب لي مشكله؟ انت بتحلق انت بتحلقوا بالمكنه اللي انت بتحلق بيه؟ انت اكتشفت ده كنت مخبي عليك. مش عايز اقول لك بصراحه يعني ازاي مش يمكن انت بتضايق بس عادي يعني. انا تمام. انا بحلق بنفس المكنه. بنفس المكنه. طب هتستناني اخلص واخلص؟ ما ثواني. انت حلقت بيها قبل كده الكلب؟ قبليك على طول. قبليه على طول. على طول جيرمان يعني. انا عامل له قصه شبه دي على فكره. انا هقلبها حيوانات بس يا عم. ده ايه اللي تحلق لها وايه المكان اللي انت حلقت بيه الكلاب واللي انت عملته لي ده؟ طب ايه ده؟ طيب يا عم خلاص. صلي على النبي. يا عم بنهزر يا عم. ادي الكاميرا اهي.